صدق اللي قال مصر ولاده. صراحه بقى يا جماعه يعني مصر عماله تنتج لنا في مواهب يعني حاجه كده ولا اجمل ولا اروع. انا محمد موديل اند بلوجر اند بست موديل فور 2019 اند اي هاف ايس اند اي كان سي. ما شاء الله عليها ربنا يحميها. انا بقى الاخت دونا قررت تطلع وتصدر لنا حاجتين ما لهمش تالت في وشنا في وش الكاميرا كده، الثقافه والتحرر. بالنسبه للثقافه شفنا مستوى اللغه بسم الله ما شاء الله الله اكبر ربنا يحميها، دارسه بره وجوه حاجه تدعو الى الفخر. وبالنسبه للتحرر زي ما احنا شايفين الدنيا قلبه زريبه، ما فيش تحرر اكتر من كده حبيبتي. الله يخرب بيت خرم الاذن على اللي خرم الاذن يا جماعه، هو السبب في البلاوي اللي بتحصل دي. لا موديل وبلوجر بس، انا بحب الموديلنج قوي. قولي الشغل بتاع الموديلنج لوفت. حبيه من حقك، بس الكار ده مش كارك والله العظيم ما هتفلحي فيه. اسمعي بقى نصيحه من واحد كره الساعه اللي شافك فيها وخايف على مصلحتك، ابعدي عن الكار ده. اتجوزي اتجوزي يا ماما حبيبتي، اتجوزي اقعدي جنب جوزك في البيت، اغسلي له هدومه، اعملي له اكله حلوه ترمي، ابعدي عن القرف ده. هو في ايه يا جماعه؟ كل من هب وده بقى يطلع لنا يقول لنا موديلنج وقرف، ولا اي حد يوم طالع مشلح ومصدرها لنا يقول لنا في ايه يا جماعه؟ ما كفايه تشليح بقى، كفايه تشليح الشعب كله بقى ماشي مشلح في الشوارع. لما نفسكم بلا موديلنج بلا قرف، هو الموديلنج ده ملوش اهل يسالوا عليه ولا ايه؟ ترند دلوقتي البنت اللي جسمها كيرفي وبقى محبوب اكتر دلوقتي غير الاول حتى في الموديلنج. يعني بشرى ساره لذوات النقل التقيل والمنحنيات العاليه. يا بت قومي افتخري بفخادك وبهريزك، خلاص الاخت دونا بشرتنا جابت النتيجه من كنترول، قالت لنا الكيرفي هو مستقبل الموديلنج. انا الوقت بقى حال الوقت نمشي بمبدا كل دهون المشاكل هتهون. سف يا بت سف في دقيقه ابيض طول ما انت متلقحه في البيت عشان ربنا يكرمك. رياضه كتير دي احسن حاجه في الدنيا غير انها بتدي باور. باور ايه يا ولاد؟ باور ايه اكتر من كده؟ هتروحي فين؟ انا مش فاهم باور ايه تاني اكتر من كده. انت لو رشقتي في الحيطه هتقسميها نصين، لمي نفسك، ده انت لمستي في ال 27 حصان وربع. ما بنحسدش، اللهم صل على النبي، اللهم لا حسد، نضرب على تابلو العربيه، بس ما مش ناقصه باور اكتر من كده. هنروح فين بعد كده؟ مش هنعرف نلمك. الناس بتحسدك على ايه؟ على كل حاجه والله. شايفين البراويته اللي عملتها يا جماعه؟ خدت خمسايه كده على السيره بسم الله الله اكبر، تتحسد. الناس اللي مش فاهمه هي بتعمل ايه يا جماعه؟ دي الرقصه اسمها بحيره البقر في الموديلنج، دي اخت بحيره البجع اللي موجوده في الباليه. بس احنا نحسدك على ايه يا اختي دول؟ يعني احنا ما نعرفكيش اصلا والله عشان نحسدك. هو مش عامله اي حاجه يا جماعه، بس عامله وحق نفسه فايق. حاول نسالكم واحده ايه يا بت؟ ده مفيش حاجه طبيعيه في الفيديو الا دراع انت هتستعبطي؟ هو دراع المراسل بس اللي طبيعي، الباقي كله مضروب سيليكون. ده في كميه سيليكون في الفيديو تعمل بتاع 23 كاوتش عربيه، ده انت نفخه نيتروجين. بلاش استخفاف بعقليه المشاهد. طبعا كل واحد زي ما يحب. از يو لايك وصلت لايز يو لايك، يبقى عليه العوض ومنه العوض في شبابك يا مصر. البلد بتضيع واحنا قاعدين. يلا ده هي تاخدنا كلنا.